وصحبك معانا في فقرة عافية، وإن شاء الله أنت دائما بصحة وعافية، وكل المشاهدين اللي بيتابعنا يكون بعافية. خلينا نشوف واحدة من الحاجات المؤلمة وبيشكو منها كثير من الناس، وتحديدا في فصل الشتاء، الركبة. لكن الركبة اليوم حنتكلم عن خشونة الركبة، وإن شاء الله دائما أنتم معافيين وسالمين. نرجع نستكمل مع أستاذنا زبير والراحل بشير عباس. الليلة حتكون أول فقرة عندنا حنتكلم عن خشونة الركبة. أغلب الناس بتعاني من آلام متفرقة في الركبة، ممكن تورم بعض الأحيان، فالواحد ما بكون عارف إنه هل دي خشونة ولا لا. هي الخشونة ذاتها عبارة عن شنو؟ الخشونة عبارة عن ضرر بيحصل في المفصل نتيجة لتآكل في الغضاريف أو الأربطة. التآكل ده بيحصل نتيجة تقدم السن، ممكن بيحصل نتيجة الوزن الزايد، بيحصل نتيجة عدم ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة أو الإصابات عموما، الإصابات الرياضية أو الوقعات العادية. أي حاجة ممكن تسبب إصابة في الركبة ممكن يكون عندها دور في الخشونة. الأعراض بتاعت الخشونة هي عبارة عن شنو؟ ممكن يكون ألم في الركبة، ألم مستمر، ممكن يكون معاه تورم أو من غير تورم في الركبة، ممكن يكون الواحد بيسمع طقطقة في ركبته لما يتني ولما يفرد، أو العرض الشائع جدا جدا إنه الواحد بيفقد القدرة على إنه يصلي في الأرض، أو بيبقى المدى الحركي للركبة محدود إنه يتني ويفرد، بيكون المدى الحركي ماشي في إنه يقل. التشخيص بيتم عن طريق شنو؟ التشخيص بيتم عن طريق الأشعة السينية. الواحد بيراجع أخصائي العظام، هو بيطلب منه التصوير المطلوب. الأشعة السينية في حالة عدم الإصابة، إذا ما كان واقع أو أي حاجة، أو بنحتاج أحياناً لما تكون وقعة أو في شك في إصابة الأربطة، بنضطر إننا نعمل رنين مغناطيسي. الحاجتين دول كافيات جداً إنه نشخص الخشونة بتاعت الركبة. طيب نجي للعلاج. العلاج بيكون على حسب المرحلة. هي الخشونة عبارة عن مراحل، بتبدأ من المرحلة البسيطة جدا اللي هي عبارة عن ألم فقط، ومرحلة متقدمة جدا بتصل لتآكل في المفصل نفسه. في المراحل البسيطة زي اللي فيها ألم بس، والمراحل المتوسطة اللي بدأ يحصل تآكل في الغضاريف، نحن بنلجأ فقط للعلاج الطبيعي اللي هو عبارة عن تمارين رياضية وأجهزة لتحفيز العضلات والأعصاب. وممكن أحيانا نستخدم الحجامة الطبية في المراحل الأولى من الخشونة، هي بتساعدنا في تخفيف الألم وتخفيف الالتهابات. بعض العلاجات الدوائية بتساعد برضو في المراحل الأولى من الخشونة، زي الحبوب بتاعة الجلوكوزامين أو الحقن بتاعة الهالورونيك أسيد. دي الحاجتين دول بيصرفوا عن طريق أخصائي العظام وبتساعد في نجاح العلاج الطبيعي. نجي للمراحل المتقدمة من الخشونة، بتكون فيها حصل ضرر شديد في المفصل، حصل تآكل شديد للغضاريف، وبدأ يحصل ضرر في العظم نفسه وتقرحات في العظم. الحاجة دي أحياناً الناس بتقول لك أنا ما داير العملية، داير بس العلاج الطبيعي. هو العلاج الطبيعي نتائجه فيها بتكون محدودة جداً، ممكن الألم يخف، ممكن الحركة تتحسن، ولكن لدرجة محدودة، ما حتكون درجة طبيعية والألم ما بيختفي تماماً. فالخيار السليم بيكون هو الجراحة. بتتم عمليات جراحية بيتم فيها تغيير المفصل، وبعد ذاك بيحول للعلاج الطبيعي.